الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم نقف في هذه الوقفة التضامنية مع الشاب ابن مدينة أزمور مصطفى دكار الذي تعرض للاعتقال جراء انتمائه إلى مدينة أزمور وتهممه بقضايا مدينة أزمور. الشاب مصطفى دكار اللي عنده 34 سنة شدته الغيرة على مدينة أزمور وبغاها تحتل المكانة اللائقة بها طبيعياً، إذ أنها توجد على ضفاف نهر أم الربيع ومع ملتقى المحيط الأطلسي، وكذلك بغاها تحتل المكانة ديالها والرمزية ديالها التاريخية، وكان ينتمي إلى تنسيقية أزمور التي نريد، ومن خلالها رفع ورفقة مجموعة من الشباب ديال مدينة أزمور مجموعة من المطالب الواقعية والمشروعة اللي من خلالها كان ممكن تكون مدينة أزمور غير التي نراها اليوم، تعاني من تهميش، تعاني من الفقر، تعاني من شتى أنواع التهميش. كان ساهم إلى بالإضافة إلى مجموعة من الشباب ديال مدينة أزمور في تنظيم مدينة أزمور، وكان كيطالب بفضاءات ديال السياحة وديال لعب الأطفال اللي كتفتقدها مدينة أزمور. هذا شاب مغربي غيور على بلاده، النضال ديالو ليس جريمة، النضال ديال الأحرار ديال هذا الوطن وشباب ديال هذا الوطن اللي كيتعرضوا اليوم للاعتقال هو جريمة في حق أبناء هذا الوطن وأحرار هذا الوطن. هاد الشباب كان من المفروض أن تفتح لهم الأبواب ديال القاعات وجلسات الحوار عوض أن يزج بهم في السجون وأن يزج بهم في المحاكم من أجل محاكمات سورية، محاكمات من أجل اعتقال الرأي في هذه البلاد. هذه اليوم جينا باش نضامنوا مع مصطفى دكار ونقولوا بأن هذا المسار ديال اعتقال شباب ديال الوطن وأحرار هذا الوطن وحرائر هذا الوطن ليس في مصلحة الوطن، إنما هو جاء للتعمية وللتغطية على ما يعيشه الوطن من استبداد ومن فساد. فعوض أن نعالج الإشكال كنهربوا إلى الأمان واعتقلوا مثل هذا الشباب. هذا أشنو دار مصطفى دكار؟ كان ينتمي إلى الجبهة المغربية للدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع. أشنو قال؟ قال ما قاله المغاربة جميعا وما يقتنع به المغاربة جميعا هو أننا ضد التطبيع. المغاربة جميعهم بصوت مرتفع منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر عاشوا على إيقاع العديد من التظاهرات والمسيرات والوقفات التي كان شعاره واحد، أننا لسنا مع التطبيع مع كيان صهيوني غاصب يتميز بالقتل والتشريد ويهجر أصحاب الأرض ويقتل النساء ويتيم الأطفال. الآن سكان غزة يعيشون التجويع والتفقير من جراء من؟ شكون السبب؟ هو هذا الكيان الصهيوني الغاصب. واش حنا منسجمين مع عقولنا؟ واش حنا منطقيين مع عقولنا باش نتبعوا مع هؤلاء المجرمين؟ هؤلاء مجرمون، هؤلاء مجرمون، لن يفيدوا المغرب ولن يفيدوا بلدنا ابدا في شيء، ولن نجني من هذا التطبيع الا الدمار، الا الخراب، الا ما يعيشه المغرب اليوم من غلاء الاسعار وتضييق على الحريات وغيرها. يا ايها العقلاء في هذه البلاد، عودوا الى رشدكم، عودوا الى صوابكم. المغرب لن يكون مغربا اجمل وجميلا الا بسعه صدره لجميع ابنائه وبناته، وشكرا لكم.